هذا ينقفل هذا بالنسبة لهذا يعني أكبر مشكلة جاهد يسوي حتى مع المنطقة المضيفة مع الجدعة اللي هي قرية الجدعة فاضت البيوت لأن البيوت فاضت يعني هسه هذا الخط اللي تنزل بيه كله فاض يعني هسه ما نعيد هذا منتهي هذا يغلق جدعة ثلاث انتهى منه أكو عندك إشكال لا ما عندي إشكال من هذا المكان بس هذا فيز الثاني من هذا المكان زين فشوف بالتوقيتات من هسه ما اقول لك انه هسه اقفله مو هذا الكلام أوكي. الكلام انه هسه احنا صفينا جدعة ستة هذا انتهينا من عنده هذا قفلناه هنا هذا الخامس اي نازح يغادر ياخذ الخيمه وغراضه كتاب الى اداره مخيمات الجدعه نازحين نينوى المحافظات يسلمون الى محافظاتهم.